السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوج شباب عاملين ايه؟ معاكم علاء، وده فيديو جديد هنتكلم فيه عن كام حاجة كده لازم انت تكون عارفهم قبل ما تبدأ في تصوير الفيديوهات، او انك انت تخش تاخد الحاجة دي كمهنة مثلا او كده. لازم حاجات كده انت تكون عارفها كبيزكس تأهلك انك تخش المجال ده اصلا، ولازم تكون حاجات عندك انت. فاعمل لايك للفيديو واشترك للقناة لو مش عامل، ويلا بينا نخش. بص، انا مش محدد حاجات معينه مثلا عشان اقولها في الفيديو ده، او محدد رقم معين، بس انا هقول يعني الحاجات زي ما هي انا عارفها ومحددها كده في دماغي، هي ملهاش رقم بس انت اسمعهم. هو كده كان فيديو قصير، تمام؟ يعني اول حاجه انك انت لازم انت تكون شخص عندك فيجن او رؤيه معينه في دماغك، تكون على الاقل مهتم مثلا بالسينما، بالاخراج، عندك عين حلوه كده تشوف حاجه مثلا كده بتشوف غير الناس العاديين، مهتم انك انت اول لما تشوف حاجه زي كده تصورها. يعني انت لازم يكون اللي هو شخص عندك شغف بحاجات معينه تاهلك فعلا انك انت لو عايز تخش في الحاجه دي وتتعلمها. في نوع بقى انا بكرهه قوي الصراحه، نوع اللي هو بيبقى مثلا هو ما عندوش حاجه يقدمها، او ما عندوش نظره، او ما عندوش فن يقدمه اصلا، ما عندوش اللي هو الحس الفني ده ان هو يعمل حاجه او كده، ولا ايه مثلا هو مش كرييتيف او كده ولسه بيحاول برضه، وكل الهدف ان هو يشتغل ويجيب من الحاجه دي فلوس. طب انت لسه مش متعلم، يعني هو ايه اللي هيخلي شغل يجيلك من الحاجه دي وانت اصلا لسه مؤهلاتك او امتيازاتك في الحاجه دي مثلا او امكانياتك ما تاهلكش انك تشتغل وتروح وتحقق اللي انت بتحلم بيه؟ اهم حاجه الصراحه بتكون مفيده في الموضوع ده، واللي هي بتخلي مثلا حد يبدا في حاجه او كده، وهي الفطره نفسها، اللي هو ده شخص مثلا عنده الحس ده، او ان هو عنده الاحساس ان هو يعمل الحاجه دي، وتلاقيه من غير حاجه اصلا، من غير اي حاجه، هو تلاقي عنده كده قاعد بيفكر في حاجات ودماغه بتطلع في افكار والكلام ده، وان هو يقدر يعمل حاجات كتير. فبس يعني الفكره كلها في كده، الفكره ان اللي هو انت مثلا قبل ما تبدا تشتغل شغلانه معينه، مش شرط تصوير فيديو او الكلام ده، لازم تكون انت عندك الفيجن اللي تاهلك لده. حتى لو الفيجن مش عندك وانت مالكش في المجال ده خالص، او على الاقل انت مجرد انك انت بتحبه وعايز تدخل فيه، ابدا اتعلم، ابدا دور، ابدا اقرا، ابدا اتفرج كتير، ابدا اعرف. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. كان معاكم علاء، اعمل لك فيديو واشترك في القناه لو مش عامل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.